السلام عليكم. في إدلب يجتمع الخصوم، معارك سياسية تدور على ألسنة الفاعلين الرئيسيين في ساحة الحرب السورية. موسكو التي تريد إنهاء ملف إدلب وإعادة المحافظة إلى سيطرة نظام الأسد، وأنقرة الرافضة لأي عمل عسكري سينتهي حتما بكارثة القرن 21 على حد وصف أكثر من مسؤول تركي. لكن على الأرض شهدت الساعات الأخيرة تطورات ذات دلالة، إذ ألمحت موسكو إلى إمكانية تأجيل الهجوم على إدلب لبضعة أسابيع، وأوقفت طلعاتها الجوية في سماء المحافظة الوحيدة المتبقية تحت سيطرة قوات الثورة السورية، بينما دفعت أنقرة بتعزيزات عسكرية ثقيلة إلى الداخل السوري، وتحديداً إلى نقطة المراقبة لقواتها في مدينة مورك بحماة وسط سوريا. بين هاتين المقاربتين ثمة مجتمع إدلبي يعبر عن وقوفه وراء فصائل الثورة في صورة تظاهرات ترفع شعار الرفض المطلق، ليس للهجوم على مدينتهم فحسب، بل لأي تسوية سياسية مع نظام الأسد من حيث المبدأ. المزيد لدى محمد وهبة في التقرير التالي. توقف الجدال بشأن الهجوم المرتقب من قبل النظام السوري وحلفائه على محافظة إدلب، كما لا يتوقف الحديث عن مآلات الصراع السوري وتأثيراته على التحالفات والتفاهمات الإقليمية والدولية. فقمة طهران الأخيرة بين إيران وتركيا وروسيا أخفقت في نزع فتيل الحرب في إدلب، بل وأظهرت قدرا غير يسير من الخلاف بين أنقرة من جانب وموسكو وطهران من جانب آخر، خلاف لم يخفه البيان الختامي للقمة الذي اتسم بالدبلوماسية عبر جمل فضفاضة تتحدث عن استمرار التعاون بين الدول الثلاث في الملف السوري، وأعلانها الاتفاق على أن العمل العسكري لن يمثل حلاً للصراع بحال، وهو الإعلان الذي يناقض ما يجري على الأرض من حشد للقوات الروسية والإيرانية من أجل معركة وشيكة في إدلب. وبحسب محللين فإن ثمة ثلاثة احتمالات يمكن أن تنتهي إليها الأمور في المحافظة السورية. أولها أن تنجح الجهود التركية في تجنب الحرب عبر إقناع هيئة تحرير الشام بحل نفسها ودمج مقاتليها من السوريين مع فصائل المعارضة الأخرى وترحيل الأجانب منهم، وهو سيناريو ربما لا تملك أنقرة مزيدا من الوقت لمحاولة إنجازه في ظل رفض الهيئة لفكرة حل نفسها وإصرار روسيا وإيران على القيام بعمل عسكري في إدلب. أما الاحتمال الثاني فيتمثل في أن يشن النظام وحلفاؤه هجوما محدودا على إدلب بغية تأمين القاعدة العسكرية الروسية في حميميم، وكذا بسط سيطرة النظام على ما تبقى من الطريق الدولي بين حلب وإدلب، وهو الاحتمال الذي ينذر بكارثة إنسانية ستكون الأسوأ في القرن 21 بحسب الأمم المتحدة، كما ينذر باندلاع حرب استنزاف طويلة يبدو أن الإعداد لها كبديل استراتيجي يجري من جانب تركيا وفصائل المعارضة السورية. قبل بدء الحديث دعوني أرحب بضيوفي العميد أحمد رحال الخبير العسكري والأمني معي في الاستوديو، ومن اسطنبول بكير أتجان المحلل السياسي التركي، ومن لاهاي عبر الهاتف باسد الحاج جاسم الباحث في الشؤون الروسية. أهلا بكم جميعا. نبدأ بالاستوديو. عميد أحمد، ما الحدود التي يمكن أن تذهب إليها روسيا عسكريا في حربها على إدلب؟ مساء الخير، تحياتي لك ولضيفك الكرام. مساء الخير لكل أساتذة المشاهدين. يعني اليوم هناك محددات، لم يعد القرار الروسي ينطق ببوتين أو قاعدة حميميم، هناك أمور أصبحت على الأرض واقع لا يمكن تجاوزها. ما حصل في طهران كان واضح من أن هناك فيتو تركي لا يمكن تجاوزه، وموسكو تدرك ما أهمية تركيا في هذه المرحلة وتدرك ما أهمية تركيا في الآستاني. ما حصل في مجلس الأمن والصفعة الرباعية التي تلقتها من فرنسا وبريطانيا وأمريكا في البداية ومن ثم لحقت بها ألمانيا، وبالتالي هذه المحددات حجمت من القرار الروسي. وجدنا قاعدة حميميم تخرج بالأمس لتقول يمكن أن يؤجل العمل العسكري وأن ميليشيات الأسد ليست جاهزة حتى الآن، لكن هذا لا ينفي من أن هناك، لكن قال الروس إنها لثلاثة أسابيع ليس أكثر من ذلك، وهناك ما قال أنه قد تكون إلى ثلاثة إلى ستة أشهر لإعطاء الفرصة لتركيا للتخلص من التنظيمات الموضوعة على قوائم الإرهاب. لكن بالمجمل نستطيع القول أن هناك صفة تلتصق دائما بنظام الأسد وطهران وموسكو، وهي صفة الغدر. تركيا تتحسس من هذا الموضوع، البحث عن حلول وسطى لا يمكن العمل بها دون تعهد
تعطيه موسكو وتتبناه الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، لأن موسكو غير موثوقة بالنسبة لكثير من الدول ومنها تركيا. وبالتالي أنا أعتقد اليوم أن فرصة السلام أو فرصة الأمان أكبر من فرصة اندلاع أعمال قتالية، وإن كان شبح الحرب لا تزال تهيمن على المنطقة. نعم سيد بكير، يعني الرئيس أردوغان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وضع خطوطا حمراء على حلب، ولكن مع ذلك نذكر في نهاية عام 2016 يعني مرت سقوط حلب مرور الكرام وكان سهلا هضمه تركيا، لكن في إدلب الوضع مختلف، هناك موقف تركي معارض بشدة لأي هجوم على إدلب. هل يمكن أن تشرح لنا دلالات الموقف التركي، لماذا ترفض تركيا بعناد أي هجوم على إدلب؟ يجب أن نعرف جيدا، يعني أولا أريد أن أوضح نقطة مهمة جدا. في مثل بالتركي بيقول بما في معنى، أريد أن أترجمها، الذي يعني يشرب الحليب وهي ساخنة، فعندما يشرب اللبن البارد يحاول أن يأخذها بلطافة خوفا من أن يحرق فمه مرة ثانية. لماذا أقول هذا القول؟ بالنسبة لتركيا يعني الخطوط الحمراء التي وضعتها من أجل حلب مع كل الذي حصل، علما بأن تركيا ما زالت إلى يومنا هذا تحس بالاستياء وحتى بالخجل وحتى بالزعل لما حصل بالنسبة لحلب، لأن مدينة حلب بالنسبة لتركيا بمثابة يعني أنقرة. لماذا أقول أنقرة؟ في حال يعني ضاعت أنقرة تنتهي الدولة التركية. وأيضا بالنسبة حلب لأن مهمة جدا جدا وما زالت مهمة، لأن يجب أن نعرف جيدا ليست حلب فقط، سوريا بالنسبة لتركيا طيب. هي العمق، الشعب السوري العمق الاستراتيجي لتركيا. عن إدلب أتحدث يعني. لذلك هنا تركيا الآن تحاول قدر الإمكان أن لا تدخل في صراع مباشر إن كانت مع روسيا أو مع الولايات المتحدة أو حتى مع النظام، ولكن هذا لا يعني بأنها تتخلى عن الشعب السوري كما أشرت قبل قليل، لأنها تعتبرها العمق الاستراتيجي لتركيا، ليست سوريا، ليست الجغرافيا السورية، وإنما الشعب السوري تمثل العمق الاستراتيجي لتركيا. لذلك هنا إدلب يعني نقطة هامة جدا جدا، لابد أن تحل سلميا، لأن تركيا ما زالت تصر على الحلم السلمي. ولكن ما هذا، نجد بأن الأطراف المعنية إن كانت طيب نظام الأسد. معذرة سيد بكير، يعني حتى ندخل في صلب الموضوع، يعني أنت قلت أن الشعب السوري هو خط، يعني هو عمق استراتيجي للأتراك. نعم. هذا قد يكون مفهوما ويدرك ذلك الشعب السوري فيما نتابع منه، لكن الشعب السوري مثلا ضرب في دير الزور، ضرب في حلب، ذهبت الغوطة، ريف حمص، وكذلك مناطق من حماة، مع ذلك يعني لم يتحرك الأتراك. أريد أن أفهم منك بالتحديد وبدقة من فضلك، لماذا الأتراك عنيدون في إدلب؟ عنيدون لأنها في حال ضاعت إدلب بمعنى آخر انتهت العمق الاستراتيجي لتركيا، وتعني الشعب السوري، لأن في إدلب لوحدها موجود من جميع مكونات الشعب السوري ومن جميع المدن التي يعني نظام قتلت وشردت أهليات الآن متواجدين في إدلب. لذلك أصبحت مهمة جدا جدا لإعطاء الصورة الحقيقية لتركيا، وخاصة بالنسبة للشعب السوري ومدى جديد يعني تركيا. ولكن تركيا ليست هذه الدولة التي قادرة أن تغير. ثمة من يقول إن خروج إدلب من المعادلة، إن سيطرة قوات النظام على إدلب هو خروج يعني نهاية النفوذ التركي في سوريا. نعم ليست نهاية، ولكن يعني جرح غير ممكن أن ترجع كما كانت، هذه جرح ستبقى
مدى الحياة بالنسبة للشعب التركي. طيب. الذي ما زال منذ البداية يدعي بأن الشعب السوري هو العمق الاستراتيجي وتربطنا علاقات أخوة كما أقول دائما. طيب. هم أخوة لنا في الدم، أخوة لنا في التراب، لذلك لا نستطيع أن نتخلى. طيب. عن الشعب السوري مهما كانت التضحيات. وتركيا ودليل على ذلك في الفترة الأخيرة مستعدة على التضحيات، ليست فقط من أجل إدلب ولكن من أجل الشعب السوري الذي ما زال يناضل. طيب. من أجل الحرية. وضحت الفكرة سيد بكير، دعني أتحول إلى لهاي مع الدكتور باسل. أخيرا روسيا قررت تأجيل هجماتها على أدلب، معرفة الأسباب والدوافع التي دفعت موسكو إلى التريث في الهجوم على أدلب مهمة من أجل البناء عليها في تحديد مسار الأحداث في المرحلة المقبلة. لماذا برأيك، ماذا تقرأ في هذا القرار الروسي؟ هل هو استجابة للتحذيرات الدولية بما فيها غوتيريش الأمين عام للأمم المتحدة والتحذيرات الرئيس أردوغان والتحذيرات الأمريكية والأوروبية، أم هو رغبة روسية بعدم خسارة الحليف التركي الذي بدأ يعني مصمما على عدم هذا الهجوم على أدلب؟ في الحقيقة قد تكون كل هذه العوامل التي ذكرتها مجتمعة، لكن لو عدنا قليلا إلى الوراء يعني قرابة 3 أعوام عند بدء التدخل العسكري الروسي المباشر، لاحظنا بعد ذلك كيف أن روسيا استطاعت يعني إعادة التوازن إلى حد كبير عسكريا للنظام، وتمكنت بعد ذلك من إعادة معظم المناطق إلى سيطرة النظام من جديد ما عدا بعض المناطق شمال وشرق سوريا. مع بدء محادثات أسقنة الواضح أن هناك خارطة طريق روسية تركية للحل في سوريا بدأت، وذلك مباشرة مع لقاء المصالحة إن صح وصفه بين بوتين وأردوغان في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية. وبعدها تسلسل الأحداث واضح من اتفاق وقف إطلاق نار متعثر إلى بدء مسار أسطنة، سبقه اتفاق حلب، وتسلسل محادثات أسطنة واضح للجميع بما تضمنه من اتفاقيات لخفض التصعيد. اليوم روسيا لا تريد أن تخسر ما حققته خلال تلك السنوات القليلة الماضية من تدخلها العسكري المباشر. هي بعد أن أنجزت ما أنجزته وأرادت تحويل مسار أسطنة العسكري إلى مسار سياسي في سوتشي لصرف أو استثمار الإنجازات العسكرية على الأرض إلى أوراق سياسية. الآن مع وصولنا إلى ملف إدلب يمكن القول أن تركيا وروسيا أجلوا الكثير من الإشكاليات أو التباينات من جانب أنقرة وموسكو حيال سوريا، إن كان في موضوع الانتقال السياسي ومصير الأسد، مصير المعارضة العسكرية السورية المدعومة تركيا، مصيرها سياسيا، علاقة موسكو بالامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني، ملف إدلب، كل هذه التباينات جرى تأجيلها حتى تمكنت العاصمتين من الوصول إلى هذه المرحلة من الحروب على سوريا وفيها. اليوم روسيا أو لقاء روسيا بالدولتين الأخريتين تضامني أسطنة، ثلاثي أسطنة في طهران، ما جرى اليوم من تأجيل موسكو أو هكذا قيل، نحن حتى الآن لا نعرف هل بالفعل تم تأجيل أيام العسكري، يؤكد أن ثلاثي أسطنة ما زال حاجة مشتركة لجميع الأطراف الموجودة فيه، وأن قمة طهران لم تفشل أو المسعى التركي لم يفشل، وإلا لوجدنا تصعيد أكثر فأكثر. على العكس الأمور تأخذ بعض يعني نوع من بعض التهدئة، صحيح أن هناك حشود وما زالت الأجواء يعني مهيئة في أي لحظة لعمل عسكري، إلا أن يعني شرارة انطلاق هذه المعركة الشاملة التي الكل يترقبها باتت أخف نوعا ما، وهذا يشير
إلى رغبة روسيا بإتاحة المزيد من الوقت أكثر وأكثر للجانب التركي، يعني لجعله هو من يتصرف مع هذا الملف كما أراد منذ البداية وفق اتفاقيات. طيب وضحت الفكرة، أريد أن أعود مرة أخرى إليك يعني عميد أحمد. تركيا لديها في 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 المنظومة السياسية في الدولة التركية هناك ميكانيزمات تعطل حقيقة أو تكبح أي رغبة تركية في الخروج بالقوات المسلحة خارج حدود الدولة. الآن نحن نشاهد قاذفات تركية تنتشر في سوريا، صواريخ، مجنزرات، أسلحة ثقيلة تعبر إلى العمق السوري حتى إلى الصرمان حدود إدلب الشرقية. ماذا تقرأ في هذه التحركات؟ يعني كثيرا ما كنا نسأل سؤال، تركيا كانت لديها فرصة ذهبية عام 2013 لم تكن هناك روسيا ولم تكن هناك الولايات المتحدة الأمريكية. الحدود السورية التركية على 915 كيلومتر من العراق إلى المتوسط بدون دفاع، وبالتالي كانت تركيا قادرة على الدخول. كنا نسأل وكان رئيس وزراء أردوغان، لماذا لم تستغل تلك الفرصة تركيا اليوم؟ اليوم أنا أجيبك، لأن البيروقراطية التركية عطلت كثيرا من القرار. عدا عن ذلك من أن العسكر لم تكن أداة طيعة في ذلك الوقت بيد أردوغان. اليوم الانقلاب الذي حصل في 15 تموز بقدر ما أضر بتركيا بقدر ما قدم لها الفائدة من إعادة ترتيب الدولة، إعادة ترتيب المؤسسات، تنقية مؤسسات الدولة وخصوصا الاستخبارات والشرطة والجيش التركي، وبالتالي نحن اليوم أمام دولة صافية قادرة على تفهم مهام تركيا، قادرة على الدفاع عن الأمن القومي التركي، وبالتالي اليوم وزارة الدفاع مع الاستخبارات التركية مع الرئاسة التركية تنطلق من هدف واحد، أن العمق الاستراتيجي التركي لا يتوقف مع الحدود السورية بل يتعداها إلى درع الفرات، إلى غصن الزيتون، إلى إدلب، وبالتالي وجدنا هذا التمترس اليوم من أن قطع أسلحة مدفعية صاروخية ليست فقط لدعم النقاط التي تم توضعها على حدود التماس بل تم وضعت في نقاط أخرى، وهذه القطع التي دخلت كعسكري وأتكلم ليست دفاعية بل كثيرا منها ما يقوم بمهام هجومية. يعني ماذا أن يوضع المدفع 155 على مسافة 10 كيلومتر من الحد الأمامي ومدى 40 كيلومتر؟ هذا يعني أنه قادر على تغطية كامل منطقة حلب، قادر على تغطية حماة ورصد جبل زيد عابدين ومطار حماة العسكري. هناك تهديدات من الثوار بأنهم سيدخلون حلب مرة أخرى إذا ما هجمت إدلب. هذا الكلام أيضا قاله الرئيس أردوغان، إذا ما كانت هناك عملية على الشمال المحرر فأنا لا أضمن من سقوط بعض محافظات سورية بيد الثوار والمعارضة السورية. أليس في هذا الكلام نوع من الإفراط في التفاؤل عميد أحمد؟ ليس نوع من التفاؤل، إنما بالحرب هناك حرب نفسية وهناك حرب معنوية وهناك وقائع. إذا ما حسبنا الوقائع الميدانية، إذا ما حسبنا القوة العسكرية لمئة ألف مقاتل مع الجيش التركي الموجود وهناك أربع أضعاف ما رصد لغصن الزيتون ودرع الفرات اليوم يدخل إلى أدلب، وما أخذنا المقابل بأن هناك 20 إلى 25 ألف فقط من قبل النظام لم يستطع أن يحشدها مع 5000 موجودة من ضمنهم، لكن القوة الجوية ساحقة. يعني أنا أعتقد أن القوة الجوية إذا ما استهدفت نقطة تركية ستكون مطارات ديار بكر ومطارات هاتاي ومطارات كل المناطق الجنوبية موظفة لخدمة هؤلاء. لا يمكن لتركيا، النقاط التركية هي نقاط سيادة تركية، لا يمكن أن تسمح بقصف تلك النقاط والطيران التركي يبقى. الآن هناك طيران تركي يجوب أجواء الشمال استطلاعي ويحدد الأهداف، وبالتالي نحن اليوم دخلنا. لكن هذا لا يعني من أن هناك حالة صدام بين روسيا وتركيا أو ما بين النظام وتركيا. الجميع يدرك أننا في المراحل النهائية، وبالتالي هنا وجدنا حالة رفع الأسقف. روسيا تقول أنا أريد الشمال المحرر، نظام الأسد يذهب إلى أبعد من ذلك يطالب بلواء اسكندرون، تركيا تقول أن سقوط إدلب سقوط أنقرة. لأننا وصلنا إلى المرحلة النهائية والجميع يدرك أن حجم تواجدك على طاولة الحل النهائي في سوريا يرتكز إلى ما تفضلت به منذ قليل من أنه يرتكز إلى ماذا ما تملك من نفوذ داخل سوريا. من منظور عسكري وأمني واستراتيجي لماذا سقوط إدلب يعني سقوط أنقرة؟ لأن وصول إيران إلى الحدود، وصول نظام الأسد إلى الحدود، عودة البيادية، عودة البيكيكي، ذهاب كل المصالح التركية خارجا وإيجاد حل في سوريا لا علاقة للأمن القومي التركي ولا مكان لتركيا ومصالح تركيا في هذا الحل. هذا ما كنت أريد أن أسمعه في السؤال الأول عندما سألت يعني بكير أتاجان الذي ركز على الجوانب العاطفية
الصحفية. أريد أن أعود مرة أخرى إلى إسطنبول. سيد بكير، نعم، أريد قراءتك لهذا السلوك التركي العسكري، نقل ليس من منظور عسكري، وإنما هناك رواية تقول بأن روسيا صعدت قليلاً حول ريف إدلب بموجب اتفاق حصل في قمة طهران، يكون مبرراً لإدخال قوات وأسلحة، قوات كثيرة تركية مثلاً نحو 30,000 جندي تركي وأسلحة ثقيلة. بعد ذلك تتوقف روسيا عن القصف، فيبدأ العمل التركي بتفكيك هيئة تحرير الشام وإبعادها عن باقي فصائل الثورة. إلى ما أي مدى يمكن أن يكون هذا التحرير دقيقاً؟ يعني يجب أن نعرف جيداً، في حال لا توجد تفاهم تركي روسي في حل النزاع أو الملف السوري، إن كانت تتمثل في شمال سوريا أو حتى بنظام الأسد، فالحل القادم تختلف تماماً، لأن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لها مصالح. تركيا هي العمق الاستراتيجي لدول الاتحاد الغربي وللولايات المتحدة، ولذلك ليس من الأمر السهل أن تتخلى هذه الدول من تركيا. لذلك هنا نجد بأن هناك دعم أمريكي بامتياز لتركيا في الفترة الأخيرة، ودعم الدول الغربية لتركيا، وهذا يعني في حال روسيا أصرت على القضاء على المصالح التركية في شمال سوريا وحتى ضد نظام الأسد، فهي تكون الخاسرة. ويجب أن نعرف جيدا هناك عدة لقاءات يحصل بين المخابرات الأمريكية وممثلين عن نظام الأسد لتسليم سوريا فيما بعد كلها، وليست فقط بما فيها مدينة اللاذقية التي هي تعتبر عاصمة نظام الأسد. وردت على لسان المسؤولين، معذرة، 3 أسابيع وردت على لسان المسؤولين الروس من أن مهلة لكي تفكك تركيا هيئة تحرير الشام. برأيك هل تركيا عمليا قادرة على هذا الفعل المعقد في غضون هذه المدة؟ وماذا لو أخفقت تركيا؟ لا تستطيع. لماذا لا تستطيع؟ إن كانت هيئة التحرير أو النصرة أو المنظمات المتطرفة للأسف الشديد كلها تأخذ أوامرها من الخارج، وأقصد هنا إن كانت من دول الخليج أو من الولايات المتحدة أو الدول الغربية التي لها مصالح، وهذه هي التي سوف تعين مصير سوريا في الأيام القادمة. لذلك لابد وهذا تخوف روسي تركي في نفس الوقت، لذلك لابد في الأيام القادمة نجد اشتباكات سوف تحصل إن كانت بين تركيا من طرف وهذه المنظمات المتطرفة. طيب. للأسف الشديد نقطة مهمة جدا، إذا تركنا الشعب السوري أن يقتل من طرف روسيا القصف للمدنيين، وأيضا إذا تركنا هذا القصف المستمر من طرف نظام الأسد، إذا الشعب السوري لابد أن يستعين بالمتطرفين ويصبح متطرفا. لذلك لابد على تركيا وعلى الدول الغربية وعلى الولايات المتحدة، نعم، إذا تريد حلاً لسوريا، طيب، لابد أن تكون إلى جانب الحل السلمي. سيد بكير، وهذه أرجو المعذرة، يعني سأعود إليك. وإن كانت يعني تركيا طوال 7 سنين رفضت أن تصرف ما وصفتهم متطرفين، رفضت أن تدخلهم تحت خانة المتطرفين، سأعود إليك. دعني أذهب إلى لاهاي بدقيقة من فضلك، بدقيقة يعني دعني أذهب إلى لاهاي لكي أختم قبل أن ينفض عنا الدكتور باسل. يعني فيما لو أخفقت، طبعا هو سؤال افتراضي ولكنه متوقع، تركيا في عزل هيئة تحرير الشام عن باقي فصائل الثورة السورية، إلى أين يمكن أن تذهب روسيا بعد ذلك وهي المصرة على انتزاع إدلب وإعادتها إلى حظيرة النظام؟ في الحقيقة يعني الخيارات كثيرة هنا. بداية لابد من الإشارة أن محاربة التنظيمات المصنفة على قوائم الإرهاب الدولي تجمع كل الأطراف، لذلك في هذا الملف خصوصا يعني هناك شق غير معلن من للمخاوف او القلق الاوروبي على وجه الخصوص، ولم يكشف عنه بشكل علني الا امس وزير الخارجيه الفرنسي عندما اظهر خشيه عوده المتطرفين او ما سموهم الجهاديين الاجانب مرة أخرى إلى الدول الأوروبية. معروف أو بات معروفا أن مخطط جهنمي استغل الفوضى التي اجتاحت سوريا وما حصل بين النظام والمعارضة لجعل أراضي سوريا يعني مركز أو نقطة استقطاب
لمتطرفي العالم أجمع. أدركت روسيا وتركيا يعني تداعيات هذا المخطط، وكل دولة لها أسبابها طبعا. لذلك لو لاحظنا جرى جمع جميع هؤلاء المتطرفين في إدلب، وأيضا استغلوا رفض عملية نقل الرافضين من المعارضة السورية سواء العسكرية أو المدنيين، رفضهم لما سمي مصالحة قامت بها الروس، وأتوا أيضا معهم إلى إدلب. اليوم أي عمل عسكري شامل وغير مدروس يعني إعادة أو إعطاء فرصة مرة أخرى لهؤلاء المتطرفين أو الإرهابيين للانتشار والعودة إلى الدول، طيب، سواء التي جاءوا منها أو غيرها. طيب نعم، وضحت الفكرة. معذرة، ينبغي أن نذهب إلى الفاصل. أشكرك شكرا جزيلا دكتور باسل الحاج جاسم الخبير في الشؤون الروسية، كنت معنا من لاهاي. نذهب إلى فاصل ثم نتابع الحديث. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن معركة إدلب والسيناريوهات المحتملة. ينضم إلينا الآن من بيروت السيد علي الأمين، رئيس تحرير موقع جنوبية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أستاذ علي. كثير من المراقبين يستبعدون هجوم النظام على إدلب في المرحلة الراهنة بسبب ما قيل إنه نقص في المقاتلين، هل هذا سبب كاف برأيك؟ طيب يبدو أنه ليس جاهزا، يعني أعود إليك مرة أخرى عميد أحمد. عمليا في مساحة كبيرة مثل إدلب، يعني تعدل مساحة لبنان مرتين، ما القدرات العسكرية التي يتمتع بها المدافعون عن إدلب؟ هل هناك رصد لهذه القدرات؟ يعني أولا يعني طبعا معلومة. وهذا يعني مرتبط بمدى قدرتهم على مواجهة وصول. نعم نعم، الشمال المحرر، وأنا أحب دائما استخدام كلمة الشمال المحرر وليس إدلب، لأن الشمال المحرر الذي يجري اليوم النقاش حوله من يضم جزء من اللاذقية، أجزاء من ريف حماة، وأجزاء من ريف إدلب، من ريف حلب. المساحة هي تقريبا مساحة لبنان 10,000 كيلومتر مربع. هذه المسرح الأعمال القتالية يعطي نقاط قوة للسوار، من أنه ليس منطقة منبسطة كالغوطة الشرقية أو كالمنطقة الجنوبية، هي منطقة صخرية، منطقة وعرة، جبل الزاوية 54 قرية بالمغر والوديان والتلال والصخور التي تحويها، تحتاج إلى 10,000 طلعة جوية، تحتاج إلى 4 فرق عسكرية حتى تدخلوا، وهي لا تعادل 20% من مساحة إدلب. إذا ما أضفنا جبل الشحشبو، إذا ما أضفنا ما تبقى من جبال الساحل، لدينا سهل الغاب ولدينا الريف الصخري في ريف حلب الغربي. إذا طبيعة مسرح الأعمال القتالية مع 180 كيلومتر خطوط مواجهة، اليوم هناك تهديد من الشمال من أنه قد تدخل درع الفرات وغصن الزيتون في تلك الأعمال. أي أضفنا 80 كيلومتر أصبحت حدود المواجهة 260 كيلومتر. 260 كيلومتر في العرف العسكري تحتاج 10 إلى 15 فرقة عسكرية، 15 فرقة عسكرية حوالي 200,000 مقاتل، لا يملك منها النظام عشر تلك القوة، وبالتالي هو سيستعيد بالضربات الجوية. الضربات الجوية تم التعامل معها باتجاهين، الاتجاه الأول الطبيعة
العادية للمنطقة طبيعة صخرية ووديان وهي منطقة محمية. الإجراء الآخر ما قام به السوار خلال الشهر الماضي، هناك كهوف، هناك خنادق، هناك ملاجئ، هناك خطوط مواصلات، هناك أكياس رمل، هناك كمائن، تم اتخاذ كل الإجراءات حتى مدنياً، تم حفر بعض الملاجئ للمدنيين، وبالتالي ما تم في الغوطة وفي الجنوب من قيام الطيران والمدفعية والدبابات والصواريخ بحرق المنطقة، لأنه لم تكن هناك مواجهة في الغوطة، لم تكن هناك مواجهة في الجنوب، كانت هناك عبارة عن حرق منطقة والتقدم إليها. إذن الشمال استفاد من تلك الخبرات بطبيعة مسرح الأعمال القتالية التي تخدم المدافع، بكبر مسرح الأعمال القتالية الذي يخدم المدافع، وبالإجراءات التحصينية التي اتخذت. نقطة قوة يعني زيد على ذلك، هناك من يتحدث عن أن نقطة القوة الأساسية هي التماسك داخل إدلب، يعني بين المدنيين وبين العسكريين المقاتلين. هذا السبب أيضا يعود سبب آخر، من أن في كل مناطق في الغوطة في ريف حمص في الجنوب كان هناك خلافات بينية، غير الخلافات كان هناك أكثر من خيار، لديك خيار القتال ولديك خيار الانسحاب. في الشمال المحرر أنت لا تملك إلا خيار، كما كان عنوان الجمعة الماضية، المقاومة خيارنا، وبالتالي هناك اليوم لحمة قتالية إنسانية، اعتبر المدنيون أنهم النسق الثاني للمتواجدين على حدود التماس، وبالتالي هذه الوحدة القتالية، هذه الوحدة الشعبية تجلت ب 845 ضفدع تم إلقاء القبض عليهم من ما يسمى بين هلالين ضفادع المصالحات، وبالتالي إلى المبايعين أو عملاء النظام والروس، وبالتالي هذه الوحدة القتالية الشعبية تعطي قوة يعني وتخيف الروس. لو أذنت لي يعني عميد أحمد، اللافت في إدلب وهو ميزة تفوقت بها عن سائر المناطق التي كانت تحت قبضة الثوار، أن الخيار المواجهة العسكرية كان خيارا مدنيا قبل أن يكون عسكريا، يعني الشعب في إدلب هو الذي رفض مبدأ التسوية ومبدأ المصالحة، ما السر في ذلك برأيك؟ يعني أولا المنطقة الشمالية هي أول مناطق التي تحررت، أكبر مناطق تحررت هي في جبل الزاوية وفي الساحل السوري وفي ريف جسر الشغور، أول منطقة حملت سلاح هي جسر الشغور. لكن هناك أيضا نقطة قوة إضافية، أن ثلث المتواجدين في إدلب 3.5 مليون كمقاتلين وكمدنيين، من هم؟ هم من رفض المصالحات في كل مناطق السورية، هؤلاء الذين أتوا من ريف الغوطة الشرقية، من ريف دمشق، من ريف حمص، من ريف حماة، من المنطقة الجنوبية، كل هؤلاء مقاتلين ومدنيين يرفضون وجود الأسد، يرفضون أي مصالح مع الأسد، وبالتالي هم أتوا إلى المنطقة التي رفعت شعار لن نعود إلى البسطار الأسدي ولن نقبل إلا بالحرية، وبالتالي هذا اليوم ينعكس قوة عسكرية وشعبية لصالح المتواجدين في الشمال. وضحت الصورة، دعني أتحول إلى بيروت. أستاذ علي أجدد الترحيب بك مرة أخرى، يعني لعلك سمعت العميد أحمد رحال يتحدث عن فائض أوراق القوة بيد قوات الثورة في محافظة إدلب. السؤال هو، هناك من قال بأن أحد أسباب تأجيل معركة إدلب هو النقص العددي في مقاتلي النظام. هنا أريد أن أسألك، يعني هل عجزت إيران عن توفير الكم الكافي رغم الميليشيات الكثيرة القادمة من لبنان، حزب الله، من ميليشيات العراقية، من أفغانستان، من الهند، من باكستان إلى آخره، هل هناك عجز إيراني عن توفير هذا العدد المطلوب من الميليشيات من المقاتلين؟ يعني بمعزل عن إن كان هناك عجز عن توفير العدد كما حصل في معارك سابقة، لكن كما يعني أسلف الزملاء وأنه معركة إدلب هذه المرة مختلفة عن كل المعارك، بمعنى أن ليس هناك أمام المقاتلين أي خيار الموجودين في منطقة إدلب أيا كان انتمائهم إلا خيار المواجهة، وبالتالي المواجهة حتى النهاية، وهذا بالضرورة يتطلب من الفئة المهاجمة وخاصة النظام السوري، الجيش السوري، واللي أعتقد هو بالأساس لا يعتمد عليه كثيرا في المعارك، لكن حتى الميليشيات الإيرانية وغيرها تدرك أن هذه المعركة تتطلب قوة هجومية مختلفة عن المعارك السابقة، انطلاقا مما أشرنا لهذه الظروف، ولأنه هناك آلاف المقاتلين ربما من الثوار يعتقدون أنها هذه معركة حياة أو موت، وبالتالي سيستبتلون في المواجهة،
إلى جانب أن هناك ربما شعور بأنه هذه المعركة سوف تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، حتى من المهاجمين ستؤدي إلى سقوط، وهناك أسئلة حول مدى إمكانية تحمل حتى إيران وحزب الله فترة سقوط هذا العدد من القتلى في معركة في إدلب لا تبدو حتى بالنسبة لحزب الله، وأنا أعتقد أن لديه إحراج اتجاه بيئته وجمهوره أنه ما الحاجة إلى، ربما كان يبرر أنه يقاتل في مناطق قريبة من لبنان بذريعة مواجهة التكفيرين أو المد الإرهابي وما إلى ذلك، إلا أنه أن يسقط عدد كبير من القتلى في إدلب لحزب الله، أنا أعتقد هذه مسألة لن يتحملها، انطلاقا أيضا من التململ الذي شاهدناه في الفترة الماضية داخل البيئة وتحديدا في منطقة حزب الله. هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه، لكن قبل ذلك يعني الملاحظ أستاذ علي، غياب أي حديث إيراني، غياب أي دور إيراني، هل اختارت إيران برأيك في سياق هذا الصراع السياسي بين أنقرة وروسيا وهما طرفان يعني مثلث طرفه الثالث إيران، يعني هل اختارت إيران أن تتوارى وراء الحدث مع احتفاظها بقرار في الحرب والسلم، أم أن هذا التهميش لإيران هو توجه روسي جديد يقضي بإبعاد إيران عن المشهد المؤثر في سوريا برأيك؟ يعني برأيي من المبكر الحديث عن إبعاد إيران أو تدهور العلاقة الإيرانية الروسية، لا زالت روسيا في تمددها وفي محاولة بسط نفوذها في سوريا تحتاج إلى القوة الإيرانية وتحتاج إلى القوة البرية، سواء يعني كانت من حزب الله أو الميليشيات بقية الميليشيات الإيرانية، وبالتالي رأي من المبكر. ربما أعتقد أنه هذا الأمر ينطلق من ضمن حسابات لها علاقة بالمسألة التركية وكيف يتم التعامل مع تركيا، لا سيما أن إيران في المرحلة المقبلة ستحتاج بتقديري إلى حد كبير، خاصة عندما تبدأ العقوبات المفترض أن تبدأ في الشهر يعني خلال نوفمبر بعد شهرين، أنه إيران تركيا ستكون أحد المنافذ ربما، أو تطمح إيران بأن تكون تركيا أحد المنافذ التي ستساهم بالحد من العقوبات الأمريكية، خاصة أن تركيا أعلنت أنها ضد العقوبات تجاه إيران. لا شك أن إيران تراعي إلى حد ما على الأقل بالمعنى الدبلوماسي إلى الموقف التركي في هذه المرحلة، لكن هل يصل إلى الحد الذي يمكن القول فيه أن إيران ليست راغبة في خوض مثل هذه المعركة الحاسمة؟ أنا أشكك أيضا بأن إيران لا تريد خوض هذه المعركة. ربما أيضا هناك قلق بمعنى التداعيات السياسية، لأنه أعتقد أنه الكل يعني الخبراء يتحدثون عن أن لا يمكن إحداث نصر إذا صح التعبير للقوات المهاجمة على إدلب إلا باستخدام الكيماوي. الكيماوي هو الفرصة الوحيدة التي يمكن من خلالها إحداث حالة رعب وحالة خلخلة داخل البنية القتالية في إدلب وبين المدنيين، وبالتالي هذه الفرصة. ولذلك يعني الأصوات على الأقل التي صدرت من أوروبا ومن الولايات المتحدة بخلاف المرات السابقة بإصرارها على رفض، أو بمعنى أنها ستتصدى في حال تم استخدام الكيماوي، أعتقد أن هذا أيضا ساهم إلى حد ما حتى في تبريد الموقف الروسي بجهة البحث خيارات أخرى. لا أقول أنه تراجع عن خيار الحرب، لكن نلحظ المواقف الروسية وخاصة المندوب الروسي في سوريا يتحدث عن أنه أعطى فرصة لتركيا من أجل محاولة الفصل بين النصرة أو هيئة تحرير الشام وبقية المقاتلين وما إلى ذلك، وأعطى فرصة لدور ما كانت تركيا أيضا تطالب به، وهذا ما بدأ أنه غير مقبول في قمة طهران، لكن يبدو الآن في إعادة يعني تعامل مع المطلب التركي، لا أقول إلى الحد الذي يمكن أن نعتقد أن تجاوزنا مرحلة الحرب. طيب. هناك عوامل عدة برأيي تفرض نفسها تجعل من خيار الحرب أمر دونه صعوبات، حتى
لهذا التحالف الذي القائم بين روسيا وإيران. سأعود إليك أستاذ علي، سأعود عليك الحديث عن بعض هذه المواضيع وخصوصا فيما يتعلق بمدى شعبية قتال حزب الله في سوريا، ولكن الآن أريد أن نذهب إلى اسطنبول. سيد بكير، يعني تركيا لا تبدو في وضع يحسد عليه، أو تبدو في وضع لا تحسد عليه، فهي بين الحدين الروسي والأمريكي، خلاف حقيقي وعميق مع الروس بشأن إدلب، وخلاف ربما يكون أشد عمقا مع الأمريكيين بشأن الأكراد ميليشيات الكردية. في النهاية ثمة من يرى بأن تركيا مضطرة لأن تقدم تنازلا ما حتى تحفظ الحد الأدنى من مصالحها في سوريا. برأيك لو كان ذلك لازما للأتراك، إلى أين تجد تركيا أقرب في تنازلها، إلى الأمريكيين أم إلى الروس؟ في الوقت الحاضر غير ممكن على تركيا أن تتنازل لا للأمريكيين ولا للروس. لماذا؟ لأن كما أشرت قبل قليل وضيفك الكريم أشار عدة مرات، العمق الاستراتيجي، الشعب السوري في حال خسرت هذه المعركة تنتهي تركيا في الشرق الأوسط كدولة إقليمية، ليست من يعني غير ممكن أن تدعي بأنها دولة إقليمية، لأن هذه بوابة كبيرة بالنسبة للشرق الأوسط، وأيضا ليست فقط للشرق الأوسط فقط وإنما لحوض البحر الأبيض المتوسط. لذلك تركيا لابد أن تكون إلى جانب الثورة، إلى جانب الشعب السوري الذي هل يمكن أن تعود إلى واشنطن، يعني أن تعود بعلاقات الدفء مع واشنطن نسبيا في هذه المرحلة؟ نعم. لماذا نعم؟ لأن كما أشرت قبل قليل واشنطن لا تستطيع أن تتخلى من العمق الاستراتيجي وهي تركيا، لأن تركيا من حيث الموقع، من حيث الدولة الإقليمية في الشرق الأوسط مهمة جدا جدا. مهما كانت الأسباب، مهما كانت المشاكل الآن، غير ممكن على الولايات المتحدة أن تتخلى عن تركيا تماما. هي مضطرة من أجل حماية مصالحها أن تكون جنبا إلى جنب إلى تركيا، وأيضا روسيا نفس الشيء. لذلك أنا أجد الدولتين لابد أن تقدم لتركيا، ولكن تركيا لابد أن تعرف أن تستفيد من هذه الحاجة الماسة لروسيا لتركيا، والحاجة الماسة للولايات المتحدة. ولكن يجب أن نعرف جيدا هناك اتفاق روسي أمريكي لزعزعة أو لإضعاف طيب. تركيا، وهذه أهم نقطة طيب. لذلك الدولتين يعني متفقان مع بعضهم البعض على إضعاف تركيا، لأنهم طيب. يعرفون على إضعاف تركيا. وأنا سأبقى معك، لكن أرجو الاختصار، يعني طيب. لم يبقى لدي إلا القليل من الوقت، من فضلك بدقيقة، ماذا تركيا فاعلة بشأن إبعاد هيئة تحرير الشام عن فصائل الجيش الحر، يعني باقي قوى الثورة الأخرى؟ سؤال موجه لي لك بدقيقة من فضلك. يعني تركيا منذ البداية وما زالت تسعى جاهدة إلى يعني حل هذه الفصائل لصالح الشعب السوري، لأن كما أشرت يعني كيف ستتعامل مع هذه المعضلة الآن في هذا الوقت الضيق؟ لابد حل نفسها أو الانضمام إلى المعتدلين، وأقصد الجيش الوطني أو الجيش الإنقاذ الوطني التي هي انضمت إليها فرق كبيرة، والذين انقسموا من هيئة التحرير، وتركيا ما زالت تصر على هيئة التحرير، لأن في حال حلها أو انضمامها إلى الاعتدال سوف تكسب أولا تركيا، وثانيا الشعب السوري الذي ما زال ينظر إلى الحل وعدم دخول النظام وحتى الميليشيات الإيرانية وحتى نظام الأسد. نعم. وروسيا إلى إدلب، لأن كما أشرنا المظاهرات التي نجدها بين الحين والآخر كلها تريد أن تكون النصر طبعا. للنظام وليس عفوا النصر للشعب السوري الذي يناضل من أجل حرية وكرامة، وليست أن تكون هذا النصر لصالح روسيا أو النظام وضحت الفكرة أو الميليشيات الإيرانية. وضحت الفكرة. أريد أن أسأل الأستاذ علي الأمين من بيروت، يعني قبل قليل أشرت في حديثك إلى أن شعبية حزب الله بدأت تتضاءل فيما يتعلق بالقتال داخل سوريا، وأن الكلفة البشرية الباهظة غير قابل مجتمع حزب الله على تحملها. هذا الكلام منذ 7 سنين يقال، هل لديك مؤشرات حقيقية على تضاءل وتراجع هذه الشعبية، شعبية القتال خارج لبنان في سوريا تحديدا؟ يعني لا شك أنه مسألة القتال في سوريا بالنسبة لحزب الله دخلت في مراحل متعددة، لكن حالة الضيق والتململ من هذا التدخل أيضا موجودة متنامية، لكن في نفس الوقت نجح إلى حد كبير حزب الله
القول يعني بجعل الطائفة الشيعية إلى حد ما أنها تحت خطر وتهديد أن تتعرض لعدوان باسم الإرهاب باسم التكفيريين، واستطاع أن يسيطر يعني عامل الخوف والتخويف الإنشاد بهذه القاعدة. وأيضا هناك جانب آخر، يعني دائما نرى حزب الله، وأنا برأيي هذه مبررات يعني غير يعني منطقية وغير يعني غير مقبولة، الحديث عن حماية المقامات والحديث عن أن الحدود اللبنانية مهددة. معركة إدلب لا تطرح حتى مثل هذه العناوين أو هذه التبريرات التي رفعها حزب الله للسر سوريا غير موجودة. فضلا أنه جانب آخر يجب الانتباه له، أن حزب الله أيضا لعب دورا يعني بمحاولة نجم الاعتراض لعب دور اجتماعي من جهة محاولة استخدام الجانب المالي والعنصر المالي. ونحن نشهد أن منطقة البقاع تحديدا المنطقة المحادية لسوريا تشهد تداعيات اقتصادية ومالية وحالات اجتماعية متنامية لجهة القطر وما إلى ذلك. وحزب الله اليوم يدرك هذا الأمر، وهذا لاحظناه في خطابات قياداته الأخيرة. نقاط مهمة الآن اليوم أن تأتي معذرة أستاذ علي، يعني أدركنا الوقت، أشرت إلى نقاط مهمة وأعطيتنا بعض المؤشرات، أشكرك يعني أستاذ علي. بقي معي ربما دقيقة عميد أحمد، هل من مصلحة الثورة تقليم أظافرها وإبعاد القوة الضاربة فيها وهي ممثلة الآن في هذه المرحلة هيئة تحرير الشام، فصلها عن الجيش السوري الحر، خصوصا إذا ما كان ذلك من أجل منع ذريعة للروس، علما أنه لم يكن هناك تحرير شام في الغوطة ولا في ريف حمص الشمالي ومع ذلك، وخصوصا أيضا كما تفضلت في مستهل الحديث أن الروس كما ذكرت أنت لا يؤمن لهم، ليسوا أصحاب اتفاق. هل من مصلحة الثورة تقليم أظافرها وإبعادها التحرير الشام عن؟ يعني دائما في الأمور التي تدخل فيها الدول ليست الأمنيات هي من تتحقق، هناك مطالب. اليوم هناك مطلب بخروج من هم مصنفين على قوائم الإرهاب. طيب. نحن نقول دائما أن هناك معادلة يجب أن لا ينظر بعين واحدة، كما هنا هيئة تحرير الشام وحراس الدين وموجودين التركستان، لدينا حزب الله، لدينا الفيلق القدس، لدينا الحرس الإيراني وكل الإرهاب العابر الحدود، لكن المجتمع الدولي دائما لديه معايير غير متوازنة. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا أعتقد أنهم بعلم بالتأكيد قوة هيئة تحرير الشام للمواجهة، لكن لدينا 100,000 مقاتل هناك. أيضا النقطة الأهم من أنه عندما تكون هناك تعهد روسي مستند إلى عهد دولية، عندها فقط نحن مستعدين لإخراج هيئة تحرير الشام. وبالتالي هناك عملية معقدة بالداخل السوري. أنا بالنهاية أقول أن هذا النظام هو مجرم، ليس له عهد، ليس له ذمة، ليس له مواثيق، وبالتالي تركيا تدرك هذا الأمر، ولن يتم تفكيك هيئة تحرير الشام دون ضمانة دولية أن الشمال لن يهاجم. يعني يكفي الضمانة الدولية، لماذا لا يتحدث أحد من قوى الثورة ولا حتى من تركيا عن إبعاد المقاتلين الأجانب من الجهة الأخرى؟ هذا الأمر يعود إلى علما أن هيئة تحرير الشام جلهم من السوريين. يعني لا، هنا الحديث عندما نتحدث عن إبعاد تحرير الشام نحن نتحدث عن الغرباء، أما 12,000 مقاتل سوري الموجودين في هيئة تحرير الشام، هؤلاء أولادنا وأبنائنا، هؤلاء لن يغادروا إدلب ولن يغادروا جبهات القتال. ولكن الموضوع أن نتحدث عن الضفة الأخرى، الموضوع شائك ودخلنا فيه بكثير من النقاشات، لكن تبقى المعايير الدولية يعني مزاجية ولا تستند لا إلى قانون ولا إلى منطق. أشكرك شكرا جزيلا عميد أحمد. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أشكر ضيوفي السيد العميد أحمد رحال، أو أحمد الرحال، الخبير العسكري والأمني، ومن إسطنبول السيد بكير أتجان، المحلل السياسي التركي. وكان معنا عبر الهاتف من بيروت السيد علي الأمين، رئيس تحرير موقع جنوبية. وقبل ذلك رافقنا من لاهاي الدكتور باسل الحاج جاسم، الباحث في الشؤون الروسية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى لقاء.